وناخد اول سؤال معانا النهارده السيده ام احمد. اتفضلي يا ام احمد. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ نعم وفضل الحمد لله. الله يخليك، ربنا يبارك فيك يا رب. لو سمحت انا عايزه دلوقتي اعرف، في عندي عايزه اخد قرض من البنك عشان اشتري بيه بيت. عايزه تشتري، تاخدي قرض من بنك وتشتري بيه بيت، وبعدين فين السؤال؟ هو ده السؤال؟ يعني هو حرام ولا حلال ولا انت ايه؟ انت هتاخدي الفلوس كلها وتحطيها في شراء البيت. طيب، وانت محتاجه للبيت ده؟ محتاجه، لان انا دلوقتي عندي ابني عايزه اجوزه، ما عندوش شقه. عندي ولاد التانيين برضك شباب متجوزين، بس المكان بتاعهم ضيق وعليهم على اولادهم. طيب انا عندي، عايزه اوسع عليهم. طيب انا عندي بس سؤال يا حاجه ام احمد. ايوه، انا دي نصيحتي ليكي، انا نصيحتي ليكي بس لازم وانت بتاخدي القرض ده تكون عندك قدره على تسديده، وهو مش قرض أيوة. في الحقيقه، هو ده هيبقى تمويل، بس انت تقدري تدفعي اقساط هذا التمويل. فاهمه يا حاج ام احمد؟ ايوه ماشي. يجوز لك ان انت تاخذي هذا المال كله وتضعيه في تمويل هذا البيت، وده من ليس قرضا ولكنه من قبيل التمويل، وانت اخذت المال ده عشان البيت ده، فيجوز ان انت تعملي الكلام دوت، والبنك دوت هيبقى ممول هذه العمليه اللي هي عمليه شراء يعني البيت. البنك هيشتري لي البيت ولا هيديني الفلوس؟ سواء انت، الافضل طبعا ان البنك يشتري، بنك يشتريك البيت وبعد كده يبقى هو مولك، وده اسمه التمويل العقاري وده جائز شرعا. لكن انت كمان لو خدت الفلوس واشتريتي بيها بكل الفلوس البيت، ان شاء الله يكون كمان في حكم التمويل، وان شاء الله يكون ده جائز.